يلا بينا نعمل النهاردة حاجة ظريفة وخفيفة كده وهتعجب الولاد جدا، بيتجننوا عليها كده لما بيشوفوها. طعمها حلو قوي، مكونات بسيطة موجودة في كل بيت، يعني مفيش مكونات خزعبلية ولا الكلام ده خالص. يلا بينا نعملها مع بعض، بس ما تنسوش ان انتوا تشوفوا الفيديو للآخر وكمان تحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. دايما بتنسوا تحطوا لايك، مش عارفة ليه. وكمان اشتركوا في قناتي لو انتوا لسه ما اشتركتوش عشان تشوفوا ان شاء الله كل وصفاتي الجاية. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة كده عندي كمية برتقان عصرتها بالعصارة الحلوة دي، علشان اخد منها كوبايه ونص بس. جبت حله كده على النار، طبعا دلوقتي لسه ما شغلتش النار، هشغلها بعدين. حطيت بقى في الحله، حطيت كوبايه ونص من البرتقال اللي انا عصرته، طبعا مش مضاف ليه ميه خالص. بعد كده بقى هشغل النار وهبتدي احط باقي المقادير. هحط عليها كمان كوبايه الا ربع من السكر، وهحط كمان كوبايه الا ربع كده من النشا. هقلب بقى كويس كده على البارد قبل طبعا ما الحله تسخن خالص. هقلب على البارد علشان كل ده ما يكلكعش معايا، وكمان حط رشه من الملح علشان تعزز الطعم كده وتقويه. الكاميرا فصلت وانا بحطها، فعادي حطوها، وهكتب لكم برده المقادير في صندوق الوصف. هقلب كويس جدا كده، مش هسيبها خالص. انا محتاجه ان الخليط ده يتقل كده على النار، مش بس اكتفي ان هو خلاص بقى تقل واشيله، لا خالص، بنفضل نقلب فيه لغايه ما الاقي ان الخليط عمل عرق بقى بيمط معايا علشان يدينا الملبن الصح. لو نزلتوها على طول مش هتحسوا خالص انها ملبن خالص، يعني حاولوا ان انتوا تفضلوا تقلبوا كده على النار باستمرار لغايه ما توصلوا للمطه الحلوه. يعني بتاخد تقريبا 15 دقيقه تقليب كده، بنقلب بالسباتولا تقليب مستمر لغايه ما بنوصل وتكون الى حد ما يعني تبخر منها السوائل. هنا بقى جبت ورق استريتش وحطيت بقى في علبه مربعه، وهنزل كده الخليط ده كله فيها علشان ابتدي ان انا اظبط شكلها. زي ما انتوا شايفين تقلت قوي كده، وده القوام المطلوب. دلوقتي بقى هظبط شكلها كده زي ما هتشوفوا. هعملها كويس كده على شكل مربع، وبعدين بقى هشيلها في التلاجة. ممكن تسيبوها 3 ساعات، ممكن تسيبوها ليلة كاملة، هي عامة هي من ساعة لثلاث ساعات بتكون زي الفل. بعد كده هطلعها وقطعها مكعبات صغنونة عشان تعجب الولاد ويكون شكلها حلو كده ومبهج. شايفين متماسكة جدا وحلوة قوي. هبتدي بقى اقطعها دلوقتي بسكينة. قطعوها بقى التقطيع اللي انتوا حابينها، انا حبيت ان انا اقطعها بالشكل ده مربعات كده او مكعبات صغنونه كده. وبعدين بقى هجيب كميه من السكر، سكر حبيبات، عشان يكون شكلها شبه الملبن اللي احنا بنشتريه من بره. على فكره في بلاد على ما اظن يعني ان هم بيسموها حلقوم او حلقومه، مش عارفه مين بالظبط، بس بلاقيهم دايما بيقولوا عنها كده. بس هي طعمها حلو قوي يعني، بتعجب الولاد جدا، وخصوصا طعم البرتقال. هي ممكن اي فاكهة تتعمل بيها، بس طعم البرتقال ده مميز جدا عن اي فاكهة تانية في الوصفة دي. شايفين؟ هعمل بقى كل كمية كده، وده شكلها النهائي. بجد شكلها تحفة وطعمها حلو قوي، جربوها واعملوها لولادكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ده انكم تحطوا لايك وتعملوا كمان اشتراك في القناة، واستنوا بكرة ان شاء الله الوصفة الجاية.